أما الآن وللمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية تنضم إلي فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية في إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. دعينا نبدأ من خفض أسعار الفائدة الذي أعلن عنه الفيدرالي الأمريكي يوم أمس. كيف تقرأين هذا الخفض؟ يعني هو كان متوقع نوعا ما، يعني تقريبا أكثر من 98% كنا متوقعين 25 نقطة أساس. جاءت كمان بتصور كان من المستبعد نشوف خفض للأسواق أو مفاجأة. ونرى حتى حديث جيروم باول كان نوعا ما معتدل. الاختلاف الوحيد اللي عم نعتبره شوي متساهل، شوي عم بيأثر على الدولار، عم يضغط عليه، انه كنا دائما نحكي عن التضخم هو اهم ما نحاول السيطرة عليه، هلا عم بلش يحكي عن بالانس ما بين التضخم وما بين سوق العمل. ففي عنا هالتحول البسيط في اللهجة اللي نوعا ما اعتبرت دافش انعم تتوجه اكثر الى الضغط على الدولار. طيب دعينا نتجه إلى نقطة أخرى لكن في نفس هذا السياق حول الفيدرالي الأمريكي. نرى هناك اختلاف ربما في التوجهات والسياسات بين دونالد ترامب وجيروم باول. كيف ممكن تكون علاقتهم على مدى 4 سنوات؟ هلا إلى الآن مبطن في تاريخ غير، يعني مع أنه على الرغم أنه ترامب هو اللي يمكن رشح واختار جيروم باول، بس من بعدها بسنتين 2019 كان في عنوان عريض لترامب واضح أنه كان فيه يعني اتاك واضح لجيروم باول. كان عم بيقول انا ما بعرف مين العدو الرئيسي للولايات المتحده، هل هي الصين ام هل هو الفدرالي مع سياسات اللي تصريح قائمة. قوي نعم. تصريح قوي. بس هلا اذا بدي احكي نحن خيفانين ومتوقعين انه يكون في تغير، لازم نتذكر من هلا لنهايه العام ما في عنا تحول واضح بسياسه الفدرالي، لانه اصلا ما بيكون كمان بعد ترامب في البيت الابيض ودخوله على البيت الابيض. استبعد يكون في عنا اول شهرين ثلاثه، يعني في حال كان في عنا هالصراع لا اظن رح نشوفه قبل مارش، وبستبعد نشوفه كمان بشكل مطلق، لانه اوكي كلنا خايفين انه ترامب رح يعيد التضخم بسبب كمان العلاقات التي قد تكون اكثر تعقيدا مع الدول الاخرى ومع الصين، بس الى الان هي كلها تهديدات لا يكون عم يوصل يمكن لمبتغاه ولا يدعم الاقتصاد في الولايات المتحده. لازم نتذكر ترامب كمان ما بهمه الدولار يكون قوي بشكل كثير كبير، ما بهمه يكون عم بيؤدي الى تضخم كبير، لانه كمان بده يكون نوع من كومبيتيتور للبضائع الاخرى حول العالم وكمان الصين، فكمان بهمه دولار ضعيف. عم نتوقع يمكن خلافات، بس استبعد انه معقول نكون عم نشوفها بالوقت الحالي. نعم. طيب نتحول معك فرح للحديث على اسعار النفط. تراجعات ملحوظة على أسعار النفط بعد ارتفاعات في الفترة الأخيرة. إلى أي مدى استلام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب له علاقة في هذا الموضوع؟ هلا طبيعة الحال بنعرف نحن دريل بيبي دريل، هيدا سلوغن لترامب اللي عم بيقول انه انا رح اتوجه لكون عم بنتج نفط اكثر، بهمني كثير انه تكون امريكا لاعب رئيسي في اسواق النفط، وبهمه هيدي من احدى العوامل اللي عم بجرب يقوم فيها كرمال ما يكون في عندنا تضخم. اظن التحركات كانت بسيطة نوعا ما على النفط مقارنة بالاصول الاخرى من بعد فوز ترامب. هالتراجعات عندنا بيانات يوم امس جاءت نوعا ما للأسعار، ما في كان عندنا هالطلب الكبير اللي عم نشوفه في الصين، حتى الستوكس في النفط ما كانت عم تتراجع بشكل بتفرجينا انه في عندنا ارتفاع على الطلب. اظن تحركات النفط قد تبقى في اطار ضيق لنكون عم نشوف تحول كبير، ان كان في الانتاج، ان كان قرارات اوبك، ان كان في الانتاج بالولايات المتحده. الى الان اظن التحركات ضيقه. طيب فرح، الى اي مدى تؤيدين بانه بعض الاقتصاديين يرون بان الاداره الامريكيه الجديده اداره دونالد ترامب ستشدد القيود على الامدادات الإيرانية والفنزويلية؟ ممكن جدا، بس مش لهدف يمكن ضغط على الأسعار أو رفع الأسعار، على قد ما أنه يكون كمان النفط الأمريكي هو نفط كومبيتيتور في الأسواق. فعشان هيك أظن أنه أي خبر قد يؤدي إلى رفع الأسعار يمكن تكون فرصة للبيع أكثر من ما أنه نكون عم نعول على ارتفاعات مستمرة. أوكي، ننتقل معك إلى الأسعار. الذهب شهدت حالة من الاضطراب، ربما هي الملفتة أكثر شيء يعني على الذهب منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة من جديد. هلا لازم نتذكر نحن الذهب هو ملاذ آمن طول ما انه في عنا قوه للدولار كنوع من ملاذ امن كمان على فكره، فنوعا ما بنكون عم نشوف اول شيء ضغط على الذهب. بدنا نتذكر الذهب كان في مستويات قياسيه نوعا في ذروه بيع يحتاج الى ارتداد، خصوصي من بعد انه صار في عنا رئيس. نحن كان الخوف الرئيسي انه تتاخر البيانات ونتائج تطلع، اجانا رئيس دغري ثاني نهار وعلى وجوده كل الاصول في الولايات المتحده ارتفعت، ان كنا عم نحكي عوائد السندات، ان كنا عم نحكي عن اسواق الاسهم، يعني نوعا ما عم نبتعد عن ملاذ امن،
لأنه عم ندخل في الأصول القطرة مثل الأسهم اللي ارتفعت بشكل ملحوظ، البيتكوين، الأصول المشفرة كمان استفادت بهذه الارتفاعات، والدولار عم يستفيد. هالخليط طبعا رح يكون عم بيأثر بشكل واضح على الذهب وعلى ضغط على أسعار الذهب. لازم نتذكر لا يزال الذهب مرتفع، ولكن طول ما أنه ما عم يرتفع أعلى من 2700 مش عم نغلق هالأسبوع، خاصة أنه كان في توقعات يوصل 3000 طبعا، وبعده هيدا الشيء موجود. يعني المخاوف اللي كانت عم تدعم الذهب لا تزال موجودة، بس على النطاق الضيق أو على الفترة المتوسطة قوة الدولار، التوجه إلى الأصول عالية المخاطر طبعا رح يكون عم بيحد من ارتفاع. طيب سريعا نعلق على ارتفاع البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام في ظل أيضا تولي ترامب. صراحة أظن هي كانت أهم من حتى ترامب، يعني أظن كانت ارتفاعات الأصول المشفرة كانت رح تنوجد على الحالتين. طبعا دونالد ترامب دعم أكثر، ونكون عم نشوف هالبيك العالية، بس كنت عم نشوف أصول أو صناديق استثمارية كبرى مثل بلاك روك كانت عم تتوجه لشراء البيتكوين بشكل كتير كبير الفترة الماضية، اللي أدت إلى ارتفاعات عديد من الأصول في وجه الدولار. ما شفت ارتداد قوي جدا على البيتكوين، كنت أتوقع أن نكون عم نشوف ارتفاع عليه. طبعا كلمة ترامب ووجوده في البيت الأبيض بيدعمه بشكل كتير كبير، ولكن أظن الأصول المشفرة قد تكون مكان جيد كمان للنظر عليه خلال نهاية هذا العام والعام المقبل. شكرا جزيلا لك فرح مراد، محللة أولى الأسواق المالية في إكويتي. يعطيك العافية فرح.